هناك 4 أبار للشرب. تم تشغيل بئر على الطاقة الشمسية. البئر يضخ من 35 إلى 40 متر بالساعة فقط، وبالإضافة إلى دفاش يضخ المي من البئر الأول إلى وسط القرية. وهذا الكم غير كافي. لذلك نأمل من الداعمين تزويدنا بتشغيل آبار الباقية ليتم تغذية الناس وإيصال المياه لكل بيت بشكل مناسب.